وبدأ يعمل تور سيرانيين بالفارسي في مصر. وبعدين مع الوقت بدأ يتطور يشتغل على الووكينج تورز في مصر. الكونسيبت ده مش مشهور قوي، اللي هي الرحلات الميدانية أو الووكينج تورز اللي بتشرح الآثار السياحية في مصر، بتشرح بقى حاجات دقيقة جدا جدا. هو هيجي معانا عليها من الناس اللي بتحب مصر. مرة حد يشتغل شوف كله عايزها.
محدش يتحرك، فانت اولى بيه. اللي عايز حاجه يتحرك عشان دي الفكره بتاعتي. طيب خلينا نبدا. هو تقريبا الصور اللي طلعت 29، حد يعرف العمله دي؟ ده الجنين. خلينا نبدا من الظهر بتاعه. الظهر بتاعه عليه اثر من اشهر الاثار الموجوده في مصر كلها، معبد ابو سمبل اللي بناه الملك رمسيس الثاني، اعظم او من اعظم الملوك اللي حكموا مصر في الدوله الفاطميه. بنى المعبد دوت ايه؟ هو مش بنى معبد واحد في ابو سمبل، هو بنى معبدين. المعبد ده حوالي 860 كيلو متر بعيد عن القاهره. كانت الفكره بالنسبه له ان مصر ليها اعداء كتير، فكان لازم ان هو يبني منشاه دينيه قريبه من الاعداء. وكان الاعداء هو بيحاول ان هو يرغبهم في المنطقه دي كانوا النوبيين او مجموعه من القبائل النوبيين. الناحيه الثانيه هنلاقي رمسيس المماليك اللي هو السلطان الاشرف ابو النصر الطيب. ده موجود في منشيه نصر بالقرب من دير القديس سمعان الفراس. تروحوا دير القديس سمعان الفراس ولا ما تروحوش؟ مفيش حد بيروح. تعالوا على العملة اللي بعدها. عندنا الخمسة جنيه. من ورا عندنا الإله حاج. دوت الإله المسؤول عن عطاء النيل، مسؤول عن الفيضان. ولو بصينا من تحت ممكن بس يقول لك اسمه إيه؟ نعم حاج. يوسف حاج. الاسم الإله حاج. هو اسمه يوسف حاج. يوسف حاج؟ لا لا تيجي جنبي بقى. الناحية اللي بعدها فيها عندنا شيخ الجوامع. شيخ الجوامع دوت هو جامع أحمد بن طولون. دوت أقدم الجوامع الموجودة في مصر من حيث القيمة الأثرية، بمعنى إن الجامع دوت ما دخلش عليه أي تعديلات لحد دلوقتي في الإنشاء بتاعه. وهو أكبر الجوامع مساحة، عمره حوالي 12 قرن، 1200 سنة. اللي بيميزه أكتر عن أي جامع تاني في مصر حاجة اسمها المأذنة الملوية. يعني ايه ملوية؟ يعني الستير كيس بتاعتها او السلم موجود في اطار خارجي خارج الجدار بتاع المنفذ. وده هتلاقوه حتى مرسوم على الخمسه جنيه نفسها. باور بوينت مش باين صح؟ لا باين. تعالوا بقى لحاجه جميله قوي. شايفين دي؟ 10 جنيه. وده تديني 10 جنيه؟ طيب خلينا من ورا الظهر فيها تمثال لملك من اعظم ملوك مصر، الملك خفرع خاع افريد اللي هو اللي بنى الهرم الكامل في من اهرامات الجيزه. التمثال دوت موجود في المتحف المصري. لما تخش المتحف المصري وتتمشوا في الممرات الخاصه بالدوله القديمه، دوت معمول من ماده اسمها الديورايت. الماده دي تعتبر من اصلب المواد، مش من اصلب المواد، اصلب المواد، بحيث ان هي تقدر تخدش اي حاجه ومفيش حاجه تخدشها غير الناس. فشوفوا الجبروت بتاع المصريين بتوع اجدادنا كانوا بيعملوا ايه؟ في الباور بوينت انا جبت نسختين من ال 10 جنيه، في نسخه قديمه اللي هي موجوده دلوقتي دي بتبين قطاع اكبر للتمثال، وفي نسخه اللي هي الحديثه اللي احنا عندنا دلوقتي اللي هي في الدايره، النسخه القديمه مش هتدور كتير. جميل؟ من المقدمه بقى او الوجه بتاع العمله هنلاقي جامع رفاعي دوت عملته واحده اسمها خشيار هانم او الوالده باشا، دي كانت ام الخديوي اسماعيل. المميز في الجامع دوت ان المعماري اللي اشتغل عليه كان بلجيكي وكان مسيحي، فهنلاقي فيه تاثيرات مسيحيه كتير او تاثيرات مصريه قديمه. ازاي؟ لان احنا هنلاقي على الجدار الخاص بالجامع، ممكن نكبر الصوت. لو بصينا على الجدار الخاص بالجامع هنلاقي هنا فيه رسومات اشبه ما تكون بالصليب او مفتاح الحياه عنه. في غير كده حاجه مميزه ان الكلام من المشغولات المعدنيه في الجامع دوت كان عمال مهره من اليهود. باقي الحاجات الانشائيه او الكتابات كان اللي بيعملها مسلمين. تخش على العمله اللي بعدها. موضوع مثير للاهتمام ولا بيقلبوا؟ تخش على حاجه ثانيه مفيش مشكله. طيب شايفين ده؟ عارفين قلعه محمد علي؟ مفيش حاجه اسمها قلعه محمد علي. هي اسمها قلعه صلاح الدين. محمد علي كان ليه مكان ثاني بس ممنوع الزياره ليه دلوقتي. ده جامع محمد علي، ده أعلى الجوامع الموجودة في القاهرة، أو اسمه ذا ألاباستر مصر أو جامع المرمر، لأن محمد علي كان نجيب المرمر من أواسط مصر أو اللي هو رفاعي
وكان يفكر ان هو الوحيد اللي لازم يتدفن في الجامعة. دي حاجة. حاجة تانية، لو بصينا على الناحية التانية هنلاقي العجلة الحربية واحد الملوك المصريين بيقدم القرابين. العجلة الحربية حبيبتي لو اتكلمنا عنها هتتكلم كتير قوي، هي المرسيدس الأولانية بتاعت التاريخ القديم. المصريين كانوا بيعملوا بيها حاجات، يعني لو قعدتوا شرحتوا هتقعدوا تقولوا الراجل ده مجنون. التوازن بتاعها، المناورة اللي هي بتعملها وهو بيجري بيها الراجل اللي راكبها، ودرجة المشي. استأذنك خليفة؟ تعالى. لا لا مفيش حواس. بيتر دلوقتي هو اللي مسؤول عن العجلة الحربية. العجلة الحربية المصرية كانت بتبقى بيسوقها واحد بس أو ممكن اثنين. لا مش بيمشي كده. هو بيبقى الكاميرا بتاعت الحزام. بص على الكاميرا الحزام، هنا في حبل طالع منها وهنا في حبل تاني. نهاية الحد في الحصانين، هي كانت بسرعة كتير حصان. فهو حرك الوسط يمين وشمال، معنى كده ان هو بيغير الاتجاه، وفي نفس الوقت عامل له كده ماسك القوس وبيضرب. فشوفوا بقى دي كانت اللي هي ممكن نقول عليها الاف 16 في وقت المصريين القدماء. كانوا يعني عباقرة للدرجة. شكرا يا مدحت. المرة الجاية تيجي يا حاج. طيب العملة اللي بعدها عندنا العملة اللي بعدها عندنا الخمسين. الخمسين عندها جامع يعني مختلف عليه، مختلف عليه ازاي؟ ان هو مشهور بين العامة او الناس اللي ساكنة هناك باسم جامع ابو خيبة. بس هو في الاساس في كتب الاثار اسمه جامع بشماس الاصحاب. الجامع دوت اللي بيميزه هو جامع المدرسة، اللي بيميزه ان هو بين جوال اللي موجود فيه مطعم بماء الذهب والازوارد. الناحية الثانية عندنا معبد ادفو. تمام؟ حور المؤخط ده اسمه بالمصري القديم سفينكس او الهور، اسمه حور المؤخط. هو دوت الحارس لبوابات الاهرام، هو المسؤول عن حراسه الاهرام. دوت كان معمول في البدايه على هيئه اسد، كل الجسم بتاعه حتى الوجه كان على هيئه اسد، وبعد كده غيروا الوجه بتاعه وخلوه على وجه الانسان، وكان هو الملك خفرع. لو جينا للناحيه الثانيه هنلاقي هرم العماره الاسلاميه. دوت الجامع والمدرسه الوحيده في العالم او البدايه بتاعت الجامعات بالمنطلق العلمي اللي احنا بنعرفه دلوقتي. كانت بتعمل استضافه ل 400 طالب على هيئه سكولر شيب او منح، والطلبه دولت ما بيدفعوش حاجه. مين اللي بيدفع؟ بيدفع السلطان، السلطان بيدفع منين؟ لا من جبنة؟ من الشعب، تمام؟ في عندنا بعد كده الراجل الجميل ده، حد يعرفه؟ نعم؟ القارئ المصري ده، الكاتب المصري، حاجة عندك إجابة؟ نعم. ليه حاجة؟ طب الجنب هنا في عندكم أي إجابة؟ الكاتب، هو فعلا الكاتب المصري. الكاتب المصري كان بيمثل الفئة الرابعة أو المرتبة الرابعة من المجتمع المصري القديم، كان مسؤول عن حاجات كتير قوي. لو قلت لكم إن نسبة 2% من المصريين زمان كانوا هما اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا مش هتصدقوني، لأن هما كانوا بيتعلموا القراية والكتابة في المدارس، مدارس المعارف أو في المدارس الكهنوتية، كانوا بيتعلموا هناك وبعد كده بينطلقوا بقى، سواء إن هو ياخد سلك الكتابة إن هو يبقى كاتب مصري، أو ياخد السلك الكهنوتي يبقى كاهن في المعبد، أو إن هو يبقى عسكري يجري حاف القدمين ويصاب ويقتل ويتبع الملك أينما ذهب. الملك المصري زمان عشان كان يتم اعتباره ملك أو حاكم قوي كان لازم يبقى في مقدمة جيشه في أي معركة عسكرية، وإلا ما يعتبرش ملك أو فرعون. حتى كلمة فرعون لو فكرنا فيها الكلمة دي ما ظهرتش غير مع تحتمس الثالث في الدولة الحديثة، وده حديث آخر ممكن ناخد لنا فيه وقت طويل. الناحية الثانية عندنا قانيباي الرماح أمير أمور. دوت واحد من أمراء السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي، وأمير أمور بمعنى إن هو المسؤول عن الاستبطات الملكية. زي ما دلوقتي في مسؤولين عن العربيات أو العربيات المصفحة الخاصة بالرئيس أو الملك في أي دولة،
كان زمان في حد مسؤول عن الجياد والأحصنة اللي هي خاصة بالسلطان. ده بالنسبة للعملات. الفكرة إن إحنا طبعنا العملات وعملناها بالشكل ده كله وإن إحنا حطينا عليها آثار وحاجات كتير بتتكلم عن البلد، دي كانت فكرة إن المصريين بيحاولوا إن هم ينقلوا بيها التراث أو ينقلوا بيها الآثار. ممكن نقول إن هي دعاية إلى حد ما. إحنا عملنا الجولة وعملنا الموضوع ده ليه؟ إحنا على طول كنا بنعمله باسم جولة الدرب الأحمر. الدرب الأحمر. خمس سنين بنعملها الدرب الأحمر ومحدش يعرف عنها حاجة ولا حد سمع عنها حاجة. أول ما غيرنا الاسم وحولناها لجولة العملات النقدية بقت الناس عمالة تسأل عليها وتيجي تحضر وعملنا وظهرنا في الميديا كتير. الفكرة في الأساس إن إحنا عندنا تراث كتير، عندنا حاجات كتير موجودة في البلد لازم نتعلم منها. التجديد هو قطر القديم بحثا. واشمعنى اسم الدرب الأحمر؟ لا معنى الاسم؟ لا اشمعنى يعني اسم الدرب الأحمر؟ المنطقة نفسها اسمها الدرب الأحمر. في حكايات كتير أو في تحليلات كتير بيسموها بالدرب الأحمر. في اللي بيقول إن هم كانوا العمال أو كانوا شايلين طوب أحمر وماشيين بيه بالعربية فعملوا مسار. وفي اللي بيقول لك حكاية كده والحكاية دي يعني أنا أقول لك إن هي مش موثقة تاريخيا. إن محمد علي لما عمل مذبحة المماليك 1811 إن الدرب بتاعهم ساب في المنطقة دي. وده ممكن نقول إن هو كلام خيال علمي، ممكن يمشي خيال علمي. في اللي بيقول لك إن المنطقة نفسها كان فيها كانت مشهورة بالحمرة، الحمرة دي إن هو الأرض أو التربة بتاعتها لونها أحمر. اتفضل. دلوقتي الجنيه عليه قناة السويس وحاجات كده مش حاجات أثرية. الجنيه دلوقتي عليه قناة السويس وحاجات جديدة مش حاجات أثرية. استنى. مفيش رقابة. هو في جنيه عليه قناة السويس وفي جنيه عليه حفر زهر. وفي حاجة عليها الريف العربي. العملات النقدية دي بتبقى أغلبها لما تتكامل بتبقى عملات تذكارية. يعني هو بيوسط أو الحاكم وقتها أو وزير المالية أو المسؤول عن ضرب العملة أو سك العملة، إحنا بنسميها ضرب العملة أو سك العملة، إن هو بيعمل عملة كتير. فهو بيعملها بالطريقة دي عشان يوصل حدث. لو نرجع للأيام بتاع زمان وتروح مثلا لوالدك أو والدتك أو جدك هتلاقي في علبة كده صفيحة موجود فيها عملات غريبة، وتقعد تسأل يقول لك دوت دوت المالية بتاع الملك فاروق أو دوت القرش بتاع الملك فاروق ودوت معرفش ده خاص بالجلاد وده خاص بافتتاح قناة السويس. فهي مجرد عملة بيتم سكها أو ضربها. واحنا في العادي لما بتيجي نضرب عملة بنضرب بالكتير أوي وبنطبع منها أو بنصك منها حوالي مليون قطعة بس، إلا لو اتطلب منها إصدارات تانية أو يعني إن هو يتسك منها كمية أكتر. إنما الأشهر لحد دلوقتي اللي هو الجنيه المعدني الموجود هو توت. ده أكتر واحد بحبه بصراحة. عارفين الجنيه بتاع توت؟ نتكلم عنه؟ طب الجنيه بتاع توت ده عليه ذا ليس ماسك أوف كينج توت اللي هو القناع الموجود بتاع الملك توت عنخ آمون. القناع دوت وزنه 11.2 كيلو جرام من الذهب ومطعم بالأحجار الكريمة. الفكرة إن هو أحسن صناعة يدوية اتعملت في العالم لحد دلوقتي معمول بالذهب. دي حاجة. الحاجة التانية إن إحنا لما حاولنا نعمل نسخ منه كان الموضوع صعب. استخدمنا آلات، إنما هو كان معمول صناعة يدوية مصرية قديمة. هو من أشهر القطع الموجودة في آثار اللي إحنا اكتشفناها للملك توت عنخ آمون لما اكتشفها هاورد كارتر، سير هاورد كارتر في وادي الملوك سنة 1922. يعني هو أي أسئلة تانية بخصوص العملات ولا نخش الموضوع تاني؟ أنا حاولت إن أنا أختصر على قد ما أقدر بحيث إن الموضوع يبقى ماسك في بعضه. أي أسئلة؟ نخش على الموضوع اللي بعده؟ طيب أنا كنت محضر لكم حاجة عن وسط البلد. تعرفوا القاهرة الحدوية وسط البلد؟ الناس الكبار اللي هم الثمانينات والسبعينات، مواليد الثمانينات والسبعينات كانوا عارفين المنطقة دي وبيحبوها أوي عشان كانوا بيحبوا يروحوا للجروب مثلا أو يروحوا مثلا للأمريكان أو يروحوا مثلا فندق إيفرست. المنطقة بتاعت وسط البلد أو داون تاون أو القاهرة الحدوية دي كانت في أساسها لا حاجة مش
المثلث دوت الوظيفه بتاعته المثلث دوت هو منطقه وسط البلد، كانت مساحه صغيره جدا اللي عملها في الجيم الصناعي. كانت القمه بتاعتهم هو كوبري قصر النيل اللي هو اللي عليه الاساتين المعمولين البرونز، والفايلاتين بتاعتها عارفين محطه مصر ميدان رمسيس في قاعده، عارفين ميدان الاوبرا مش الاوبرا اللي موجوده في الزمالك، الاوبرا اللي هي العتبه دي، هي دي كانت وسط البلد كلها. طيب معانا في الجيم الصناعي خديوه اسماعيل كان في وسط البلد دي. مكان لطيف الناس تروح. دي فكرة مش الفكرة إن خديوه اسماعيل هو اللي جنبي دلوقتي هو عمل وأنا بعمل، هو عمل في وسط البلد لأن هو كان عايش أغلب حياته في أوروبا، فكان قرأ الكتابات بتاعة المستشرقين أو الناس الرحالة اللي أنا بقوله على القاهرة وبقوله على مصر، إن هي منطقة مليئة بالأوبئة والأمراض و يعني ربنا يحفظكم الزباله اكوام الزباله والمقاطع. فكانت الفكره في مشكله الاستقرار في جيم اسماعيل جاي من ايطاليا فرحان بنفسه، فقعد يفكر اللي هو لا لازم الموضوع ده كله يتغير ويتمسح من دماغ الناس، يتمسح من دماغ الاوروبيين. فعمل راح وجاب بارون هاوسمان او هوسمان، بارون هاوسمان او هوسمان اللي هو حاكم هوسمان يعني في نفسه. فهوسمان عمل ايه؟ ايه هوسمان دوت وهوسمان بالذات ايه؟ لان هوسمان دوت هو اللي صمم مدينه باريس. فلما جابوا هنا قال ان هو يعتبر القاهره الحلويه، اشتغل عليهم فتره وبدا ان هو يصممها بالطريقه اللي احنا قلنا عليها ديت عشان ينقل فكره جديده للاوروبيين، خصوصا ان هو كان شغال في مشاريع جديده، مشاريع ان هو كان بيستخدم حفر قناه السويس اللي بداها عبد سعيد باشا، خصوصا كمان ان هو كان بينقل مقر الحكم بتاع مصر. مقر حكم مصر كان على صلاح الدين، فاكرين جامع محمد علي؟ جامع محمد علي كان هو الجامع الملكي الموجود في قلعة صلاح الدين، كان هو الجامع الملكي الموجود في قلعة صلاح الدين، ومقر الحكم كان موجود في القلعة. فخديوي اسماعيل لما جه يحكم عمل ايه؟ نقل مقر الحكم دوت من القلعة اللي هي مكان العصور الوسطى وكانت مقر الحكم لمده 701 سنه، وفكر ان هو لا لازم الموضوع يتغير، وبدا ان هو يبني قصر عالي اللي هو كلفه طائله وقتها. اشتغل على الموضوع ده ولجل الحظ شايف اسماعيل زعلان ازاي؟ لجل الحظ وهو بينشئ وشغال في وسط البلد وشغال في قصر عالي، كان قناه السويس خلاص بدات تنتهي ومش هيعرف ان هو يستضيف ضيوفه من القياصره والقباطره في قصر عالي، فاستضافهم عارفين فندق مايوت اللي في الزمالك؟ هو صادفهم في فندق مايوت اللي في الزمالك. الصور اللي معروضه ورايا ديت دي بتمثل الميادين بتاعه القاهره الحدوديه زي ميدان التحرير. عندنا ميدان التحرير اهو، وهو كان اسمه ميدان الاسماعيليه اول لما اتعمل. شايفين المنظر بتاع النيل في فندق مايوت؟ ده فندق مايوت. هو سراي الجزيرة. ده ريش كافيه اللي يسمع منكم عن النجيب الروحي النجيب محفوظ، كانت القعدة بتاعته في ثلاث أماكن، واحدة منهم قهوة الفيشاوي، واحدة منها فيش، وفي واحدة ثالثة كان بيقعد فيها، كان في ثلاث مرات في اليوم بيقعد في قهاوي. ده جوبي بقى دوت أول واحد يعني حلويات غربية وآيس كريم في الشرق الأوسط، كان في مصر. دوت هنا قدام المتحف المصري في وقت انشائه، حتى لو بصيتوا على الصوره وركزتوا كويس هتلاقوا ان الشبابيك لسه ما نبتش. دوت اقدم متحف موجود في مصر كلها حتى الان. المتحف المصري بالتحديد. هو لسه الشبابيك لسه ما نبتش لحد دلوقتي؟ مش سامع حضرتك. الشبابيك لسه ما نبتش لحد دلوقتي؟ لا، دي صوره قديمه قوي. طيب احنا انا كده خلصت معاكم، بس يعني بمناسبه الدعوه الكريمه اللي مستر بيتر تعالى النهارده وان انا اتشرفت بالحضور معاكم، فانا حابب ادعوكم ويعني ودوت هيبقى بالتنسيق بعد كده مع مستر بيتر ان احنا هنعمل لكم جوله فري لمتحف جاي اندرسون، هتبقى يوم الخميس 13 فبراير، ممكن نسميها جوله الفالنتاين. المكان اللي كان يصور المكان اللي كان هنصور فيه فيلم شفيق احمد وحلي، فيلم سعد اليتيم، البيت
بيتفرج منكم على افلام اجنبيه وبيحب جيمس بوند، في عندنا ذا سكاي ولاكني اتصور هناك في دايركت او ريكي في امريكا. انا شاكر جدا لحضراتكم وتشرفت ان انا كنت معاكم في الوقت ورينا مصر زاوية مختلفة. ما أعتقدش إن حد كتير من الناس اللي قاعدين يعرفوا أصلا أي حاجة عن العربيات ولا الرسومات التعليمية ولا أي حاجة.